والملتزم والصفا والمروة ومن ومزدلفة والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فعظم سبحانه مكة على سائر البلدان وجعلها بلده الحرام وقال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فهي مكة ومكة وأم القرى ومقصد أفئدة الورى ولقد كان سلفنا الصالح يولون البيت الحرام أشرف تكريم ويعظمونه أوفى تعظيم يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه ففي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله فهلل وكبر وفي مصنف عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه قال لأن أخطئ 70 خطيئة بركبة أحب إلي من أن أخطئ خطيئة واحدة لمكة وركبة اسم موضع للطائف وقال مجاهد رأيت عبد الله بن عمر رأيت عبد الله بن عمر العمري رضي الله عنهما بعرفة ومنزله في الحل ومصلاه في الحرم فقيل له لم تفعل هذا فقال لأن العمل فيه أفضل والخطيئة أعظم فيه فالتبعة عظيمة على ساكن البلد الحرام